الغده الدرقيه مشكلتها عندنا مشكلتين، يا اما زياده الافراز يا اما قله الافراز. والغده الدرقيه نفس الكلام. المشكله بتاعتنا في المتعلقه بينا احنا في العظام في الغده الدرقيه، ان العيان لما يكون الافراز قليل بيبدا يحصل عمليه السمنه، ويبدا وزنه يزيد، ويبدا حركته تقل، ونشاطه يقل، ويكسل، والكلام ده كله. فده بيأثر على العظام بتاعتنا. رقم اتنين، بيزود الكوليسترول. الكوليسترول ده بيترسب زي الاملاح النقرس كده، بيترسب في المفاصل ويترسب في الاوتار، ويبدا يسبب الام. فالموضوع كله بقى ليه علاقه ببعضه. اما الغده الدرقيه، خلي بالك هي دي الغده الرئيسيه المسؤوله عن ترسيب الكالسيوم جوه العظام، ومسؤوله عن تنظيم الكالسيوم جوه الجسم كله. فاي اختلال في الغده الدرقيه لازم على طول هيتبعه الام في العظام والمفاصل. ودي نقطه مهمه جدا، ودي من الحاجات اللي احنا دايما نكشف عليها لما نلاقي المريض بتاعنا او المريضه بتاعتنا، بتبقى اكترهم في الستات، ان الم، تقول لي الم في الجسم كله يا دكتور. فدي من اول الحاجات اللي لازم نكشف عليها وناخد بالنا منها.